استاذ نزار، التغريده قبل قليل للسيد سماحه السيد مقتدى صدر تحدث عن انه انا راح اروح للمعارضه لمده 30 يوم. لا لا، هذه كذب التغريده. عفوا، تغريده مدورة على صفحتك رسمي. مزوره مال انه سيذهب الى المعارضه. مزوره شلون بيها دعوه بيها 30 يوم؟ مو انا تاكدت من عندها، اللي هي جزئين لو غيرها. لا 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 لا، هاي تغريده جديده قبل ساعه ونص. قبل ساعه تقريبا يتحدث عن انه ذهابي 30 يوم الى المعارضه، وراح ابقى بهاي المعارضه في حال نشكل الحكومه. قصدي هسه ما لي علاقه انا بقضيه المعارضه، بس احكي هاي التوقيتات 40 يوم، 15 يوم للمستقلين، 30 يوم للمعارضه وغيره، بمعنى احنا رايحين على اكثر كسب وقت لحكومه تصريف الاعمال. تأكيد، لا بالتأكيد، لأنه يعني الانسداد هكذا يرى البعض، الانسداد لا يتم كسره إلا بتوافق بين الإطار والتيار، طبعا الإطار كل الإطار، وهذا أنا في رأيي وصلوا إلى طريق مسدود. طيب، يعني جرت مفاوضات وكذا ومحادثات وكل شيء، أعتقد أنه وصل إلى طريق مسدود. التيار طبعا يرفض رفضا قاطعا التوافق مع الإطار إلا إذا يكون ناقصا المالكي، هذا ما يقولونه. طيب، أنا تكلمت ويا عدد من قادة الإطار، قلت لهم يابا ما دام السيد مقتدى الصدر دا يفسح لكم المجال، يقول لكم بابا روحوا شكلوا حكومة ويا الكرد ويا السنة وخلوني أنا أروح للمعارضة، ليش ما تقبلون؟ بصراحة يعني جوابهم، طبعا عدة مرات تكلمت هذا الكلام إلى قبل يومين. طيب، يقولون بصراحة نحن نعتقد أن الذهاب السيد مقتدى الصدر إلى المعارضة يعني تشكيل حكومة من دون السيد مقتدى الصدر لا تستمر أكثر من شهرين، مو 6 شهور، إذا ذيك المرة استمرت سنتين. والعكس نفس الحال. والعكس نفس الحال. بالنتيجة أي. السيد مقتدى الصدر ده يتحمل الريسك على قولة الأمريكان، يعني ده يتحمل الخسارة أو الضرر أو ما إلى ذلك. لماذا لا يتحمل الإطار الضرر النفسي فيه؟ يعني السيد مقتدى الصدر ده يقول لهم بابا لو أنا أشكل الحكومة، وهذا الكلام مو جديد طبعا من قبل 7 أشهر، لو أنا أشكل الحكومة ويا الحلفاء تروحوا للمعارضة، لو بالعكس هم ما دا يخلوا يروح وحده ويا بقية الحلفاء، لكنهم يروحون، فليش ما يروحون؟ على الاقل خليه يمر بهذا يعني بهذه الازمه لكن بصراحه هم لا يستطيعون لحد الان. انت شوف 40 يوم الصدر انطاهم مهله 40 يوم ما قدروا يعقدون حتى اجتماع واحد مع بقيه الشركاء. هو متمسك، هو متمسك بحلفائه، متمسك بحلفائه، والعقده ايضا العفو ليست عقده السنه، ايضا متمسكين بحليفهم القوي، وسيد مسعود برزاني اعطوه التيار الصدري ضمانات بكل شيء حتى بقضيه المناطق المتنازع عليها وغيرها، فما يقدر السيد مسعود برزاني يخسر ورقه السيد مقتدى صدر، الورقه القويه اللي بها 74 نائب. فالحل شنو يعني؟ ورئاسه الجمهوريه. خلي في بالك، خل اقول لك الحل. اي، كما ان الصدر يقول اذا انا فشلت في تشكيل الحكومه اروح للمعارضة، خلي مرة واحدة الاطار يصرح بهذا الشيء حتى نعرف انه مثل ما هذا عنده رؤية هذول هم عندهم رؤية، خلي يقولون يابا احنا ناخذ مدة 4 أشهر نظل نتفاوض، اذا فشلنا في تشكيل الحكومة نذهب الى المعارضة، ليش ما يعلنون هذا الشيء؟ يعني انا ما دارتيم يعني لماذا يعني شوف في كل دول العالم عندما يفشل كتلة نيابية لم تحصل بالانتخابات على 50+1، عندما تفشل جمع بقية الأرقام اللي تحتاجها تعلن تقول يابا أنا فشلت وخلاص تروح للمعارضة. زين، ليش الإطار ما يعلن هذا الشيء هم على الأقل حتى الشارع يبرر له موقفه؟ جميل أستاذ نزار. الإطار يقول أستاذ نزار احنا هسه الإطار يقول لا، إذا تسمح لي عفوا. ايه تفضل. الإطار يقول لا، لو احنا والصدر لا ما تشكل حكومة. اي بس في حين الصدر احنا بين الأستاذ نزار بين الإطار حكومة. بين الإطار والتيار قصر السلام ما بيه رئيس جمهورية، برهم صالح هم يعتبر من ضمن
تصريف الأعمال اليومية، وسيد مصطفى الكاظمي بعد قرار المحكمة الاتحادية خلص بعد مكبل، ما عنده غير أن يوقع بريد. شلون وإحنا جاينا بايدن خويا بحزيران وعندنا ملفات إقليمية ودولية ملتهبة نريد نحلها؟ أدري يعني هذه كل المخاطر وهذه كل التحديات، يعني الكتل السياسية ما تعرف بيها، لازم نسألهم إلهم أنه يابا أنتوا تدرون شنو دا يصير بالعالم لو ما تدرون، تدرون العالم على شنو مقبل لو ما تدرون، فإذا كنت تدري فتلك مصيبة وإذا كنت لا تدري فالمصيبة جميل أعظم. جميل يعني راح أرجع لك أستاذ نزار. أستاذ سمير شنو يقدر يسوي؟ أستاذ سمير مثل ما قال قبل شوي قال وحكى وتكلم نفس الكلام هذا، أنا تكلمته مع الإيرانيين بل تحدثت به في حوار خاص على مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية في إيران موجود على موقعها، قلت لهم يا جماعة أنتوا الإيرانيين القيادة في إيران الحكومة في إيران أنتوا وين مصلحتكم، بعراق قوي لو بعراق ضعيف؟ إذا بعراق قوي فأنتوا ليش تدمرون العراق؟ إذا بعراق ضعيف بعدهم شو يسوي لكم؟ إيه استاذ نزار بس أنا هواي داخلت وياك بس هم بجزئية بهاي، هسا أنا أتحدث عن إيران وعن كل شيء بس أنا خو ما أعلق شماعة إيران، وقبل شوي أنت تقول لي الملف العراقي بيده لا 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 يعني خو ما مسؤولية العراق تتحملها فقط إيران، كل الأطراف. أنا دا أعلق على كلام الأستاذ سمير دا أعلق على كلام أقول أنه الحل كله بيد الكتل السياسية، لا بيدي لا بيد سمير لا بيد لا بيد فلان لا بيد فلان، أحسنت بين هذولا. فمثل ما الأستاذ سمير يتكلم وأنا أتكلم وأنت تتكلم أكثر من الكلام، إحنا شنو عندنا يعني؟ نقدر نسوي قانون نقدر نسوي تمام هذا اللي أريد أن أقوله يعني واضحة.